إلى ولاية مستغانم أو مسك الغنائم، وبالضبط في بلدية استيديا التابعة لدائرة حاسمة ماش. طبعاً استيديا مدينة يمر عليها خط غرينتش، وبعد خط غرينتش يبدأ الابتكار داخل محل نجارة لمحمد إبراهام الذي يؤمن بفكرة اليوم زورق صغير وغداً إبحار بعيد. هذه الفكرة تراود صاحبنا لأنه استطاع ابتكار زورق يحمل اسم ميريديان ستيديا بمحرك دراجة نارية وبجهاز تحكم عن بعد تم تعديله لتوجيه الزورق داخل عرض البحر الأبيض المتوسط. صناعة محمد لهذا الزورق جعله يطمح لالتفاتة الدولة من أجل تطوير صناعة الزوارق السياحية، ولما لا صناعة زوارق أكبر بدلا من استيرادها. مراسلنا عثمان إبراهيم قاد الزورق بيديه وبيد واحدة كتب هذا الرابورتاج. محمد نجار أوحى له تقطيع الخشب لصناعة الأثاث داخل محله إلى ابتكار زورق صغير حمل اسم ميريديا ستيديا، ابتكار انتظر صاحبه 18 شهرا لرؤية حلمه مجسدا أمامه. هذا دمار ربهينو ممتر عيتم شادرو تقرا لي غاز موتوري تمشى رالونتي لي ليس ما دورش اوتوماتيكمون تحبس. اختصاصي نجار من وزري، وعندي هوايتي نبغي البحر، نبغي امور تاع البحر وهاد الصوالح، ندخل البحر، عندي قارب صغير ندخل به. فوالا هنا تكونت الفكره باش نخدم قارب وحدي، خدمت قارب صغير باش نشوف سيتادير درت ان تيست باش نشوف روحي اسكو نجم نخدم واحد كبير ولا ما نجمش نخدم واحد كبير. يؤمن محمد بأن مسافة الميل تبدأ من استيديا بحسم ماش ولو بزورق صغير. طار. سريعاً قصدنا أقرب شاطئ من بيته. هذا هو المكان الطبيعي للميريديا استيديا لإثبات أن هذا الزورق يمكنه الإبحار ولو على مسافة معينة. كاين نور خفيف ومشقة حسبني. العمل تاعو هو كنجار خشب، هو كان يخدم أثاث للمطبخ، بعد جاتو فكرة باش يصنع زورق ذا سرعة. هذا الزورق مزود بمحرك لدراجة نارية تم تعديله لشق مياه البحر الأبيض المتوسط، وعين محمد على بحار ومحيطات أخرى. كونت في اللوح كان فيه لوح، كانت لاريزيل موتير شريته، لي زوتر بياسات صوالح واحد اخرين كاين اللي كومونديتهم كيما لارب كومونديتو خدمتو عند ان تورنا نخدم عليه، لو غاست كيما لي ليس وامور صوالح كلشي خدمته انا وحدي، وكنت ريسبونسابل فيه ا زد من الديبي حتى لافان. ولا لا تيلي كوموند تاعها شريتها جبتها معايا من اوروبا، تنباع لا تيلي كوموند افيك ريسيبتور ميم لي سيرفو صوالح وامورها. والتركيبة تاع لي سيرفو سيتادير لو سيرفو تاعو هو باش يتمشى، باه موتير ينوض، باه يحبس، باش يدور، هاد الامور انا اللي خدمتهم، انا اللي كرييتهم، انا اللي خدمتهم، كيما كان ديزاين تاعي انا اللي خدمته، انا اللي خلصت، سيتادير انا اللي خممت فيه. قبل ادخال الميريديا ستيديا الى مياه البحر يقوم محمد باجراء تجارب لمعرفة جاهزية المحرك، كما قام ببرمجته تجنبا لأي طارئ قد يلحق بالزورق في عرض البحر. تاع الموتور هذا ديما ربهينو ممكن رايت مش هضروا نطلع لا فيكساسيون على حساب ما يطلب الجليسيير. هذا بدات تسمى راه مخدوم موتور سونتر وابيجو بوليني، مخدوم سبيسيال للبابور الصغير هذا. فيه درت موديفيكاسيون للمنوض تاعها باش ينوض بلا تيليكوموند ويحبس بلا تيليكوموند، اون كان يحبس في الماء ولا حاجه تعاود تنوضه بلا تيليكوموند بمسافه يكون بعيد عليك تنجم تنوضه تنجم تحبسه
تتحكم فيه باش يدور، تتحكم فيه لكل شيء. هذا كله اختراع. كل شيء الاختراع تاعي، كامل الاختراع تاعي. بهدوء وضعنا الزورق على سطح الماء، وعن طريق آلة التحكم يقود محمد الميريديا ستيديا على مقربة من الشاطئ كمرحلة أولية. هو البوا تاعه فيه 35 كيلو، بليسونس تاعه وكل شيء فيه 35 كيلو. بون يلفو كالكولي لي ريسيبتور واموره وصوالح تاع لا تيليكوموند. المسافه تاعه ابري لا ديستونس ابري في 1 كيلومتر، فيه 1 كيلومتر يدير 1 كيلومتر دو ديستونس. ومن بعد سا ديبون بلاصه، سا ديبون لوندروا، سا ديبون لا بويسونس تاعه ابري عند 25 كيلومتر الور. ماهوش مجهد على حسب الموتير اللي فيه، فيه موتير 103 بيجو بوليني. وسائل بسيطة استطاع من خلالها هذا النجار ابتكار زورق صغير، وعينه على تطوير أفكاره، خاصة إذا تبنت الدولة مشروعه تشجيعا لصناعة هكذا وسائل نقل. انا مدابيا يعني الا كان ناس يوقفوا معايا، ناس يعاونوني، مدابيا نطوروه، مدابيا نكبروه، مدابيا يكون ان باطو، ان غرو باطو. سي بارابور اللي تشريه، تجيب ان باطو تشريه من فرنسا، من اوروبا، سيتادير من لوروب ولا ما على باليش، تستورده وتجيبه من دول خارجيه، ننجمو نخدموه هنا. يعني شوي كابابل باه نخدمه، نبدا نقول لك ازات بالك نشريو له موتير ونركبوه، مي الباقية نقول لك بالك 80% نجمو نصنعوه محلي. وضع العلم الجزائري على هذا الزورق الصغير يؤكد محلية صنعه وتجسيد حلم يتمنى محمد تطويره لانتقال الجزائر من استيراد الزوارق إلى صناعتها. بإمكانيات بسيطة وإرادة قوية استطاع الشاب المخترع إبراهيم محمد أن يحقق حلمه من خلال صناعته لزورق مائي صغير يسير ويشق أمواج البحر بواسطة محرك بنزين يعمل بالتحكم عن بعد. حلم يسعى صاحبه إلى تطويره من خلال تجارب ميدانية من أجل الرفع من سرعة زورقه وزيادة حجمه. من شاطئ استديا بمستغانم، عثمان إبراهيم لبرنامج مراسلون.